رأيك؟ الأول عمرك كنت عيطان في يوم أيام؟ الأول طبعا أحب أشكر جمهوري إن عرفني من غير النظارة، دي أول حاجة. ثاني حاجة عيب أوي السؤال ده يتسأل لي. وضع مفهوم علم الأيطانة هو كريم محمود اللي هو العبد لله. طب هل ده يعتبر علم ولا أسلوب حياة؟ أو لايف ستايل. الأيطانة دي أيطانة سهلة بس إن أنت تستخدمها ويبقى لايف ستايل بالنسبة لك الموضوع ده مش سهل. إن كلنا فينا تصرفات أيطانة، لكن في ناس زي ما اتقال ده بيبقى لايف ستايل بتاعها. تمام. مفيش حد فينا ما ايطنش فتره من فترات حياته. لا لا، ايطانه اسلوب حياه، ده مش انا. لا لا، ايطانه ده علم يعني مش حد. طب سؤال مهم، بما انك خبير، هل كل الايطانيين عارفين ان هم ايطانيين؟ لا طبعا، في ناس كتير مش عارفين وفي ناس بيحاولوا ينكروا، ودي بتدخل معانا في بارانويا احنا في غنى عنها. لو ايطان وناسي زي يكون ناسي بالظبط كده. المهم ان في ناس فعلا بتبقى ايطانة ومش عارفة ان هم ايطانيين، وفي ناس بتستنى لحد ما انا بنفسي اكشفهم واعرفهم واعرف ان الناس كلها قدام بشارك كلهم ان هم ايطانيين. بالعكس ده حتى كنت اعترف بنشاطاتي الايطانية اللي قلت مؤخرا. مش عارف ليه يعني مختلف معاك في البوينت دي، انا حاسس ان كل الايطانيين عارفين ان هم ايطانيين. بالعكس الاختلاف ان واحد ايطان ويقول ان انا عارف ان انا ايطان، واحد بيعمل عبيط ويقول لا يا جماعة انا مش ايطان. ممكن برضو في ناس تانية يعني. اديني مثال على واحد ايطان وما يعرفش ان هو ايطان. يعني طيبة الذكر اماندا، انا مش ايطانة عشان انا اصلا رقيقة. مش اماندا مش عارفة ان هي ايطانة، مش عارفة ان هي ايطانة، لكن هي اماندا انا شايف ان هي من التوب 10، مش عارف التوب 5، لان التوب 5 في ناس اهم منها، يعني اهم منها في الايطانة. سوري يا استاذ اماندا. طارق قول لنا انت يا طارق، يعني ايه ايطانة؟ ما تعرفش؟ لا طبعا. ايطانا يعني نور. انا مش معترف ان في حاجه اسمها ايطانا غير لما اقول بيت ايتن غير ثابت وعبد السلام على طول. انت ايطان انت ايطان انت ايطان انت ايطان. صعب. ممكن مثلا واحد يبقى من ايطان مثلا لمده ايه، اسبوع شهر، ده كده مش ايطان، ده كان جاب حاجه ايطانا. لا مش عارف، انا حاولت بحاول ما اعرفش. الايطانا دي اسلام، مش اسمها ايطانا كده في الفراغ. الايطانا دي يعني ده لايف ستايل برضه الناس بتحقد عليه. الناس بتاخد على لايف ستايل معين فبيقولوا ان ده ايطان. هو فيديو لحد هيشوفه؟ هو فيديو ده هيشوفه بس. احمد بدر، هل انت مكسوف من الكاميرا؟ اه. هل انت مكسوف ان حد معين يشوف الحاجات دي وبعد كده يقول عليك عبيط؟ ايه؟ انت ممكن تفكر في كده؟ هو واقعا اصلا هو الايطان يمكن ما يبقاش ايطان. للاسف ما فيش عليك كاميرا. طب دي كده معناها ايطان يعني، انا غير ما افهم يعني ايه ايطان، بس حاسس دي ايطان فعلا. انا مش هتكلم على الايطانه كديفينيشن، انا ممكن اتكلم ان انت ممكن تتعلم الايطانه من اشخاص كتير قوي. زي مين؟ زي طارق. طارق كان طول الفترة بتاعت الجيش يعني يا اما هو بيحاول يزاوب من التعبير طبعا زي اي انسان في الجيش عادي، زي هشام وزي، لا طبعا ثابت كان انسان محترم وبيحاول يهدى التعبير. المهم يعني كان في اي وقت تاني غير الاوقات دي كان معاه ورقة كده فيها اسامي ناس، اسامي ناس كتير، ويمسك بقى واحد واحد منهم، او يعني واحد واحد او واحدة واحدة الله اعلم يعني. حركة يعني ايه ايطانة؟ يعني زي طارق ممكن يعمل اي حاجة في الدنيا ممكن ما تخطرش على بال اي انسان. نقول مين يا مسعد؟ طارق شعبان. مين اكتر واحد ايطان؟ طارق مجدي شعبان. وابتدي بقى يتكلم مثلا ايه ساعه ساعتين، وكان معاه موبايلين او ثلاث موبايلات وثلاث بطاريات. الناس تقول لها ايه؟ زي طارق كان عامل زي البنات. النهارده يوم الاجازه، امي سافره معايا حاجه نازه، وصلتها لحد الباب خبطتني الفكره يا استاذه. انا بحب بس الاول ارحب بالاستاذ محمود عادل. اهلا وسهلا. اهلا والله. الايطانه هي كذا نوع يعني، عندنا كذا نوع من انواع الايطانه. ممكن انا بحب اوضح لحضرتك كل نوع وانت تشوف هل النوع ده موجود فيك او موجود في الاشخاص اللي مؤمن بوجه الى تايفيو. يعني مثلا في واحد ايطان تلاقي ايه متصور صور غريبه جدا، يعني صور بص قمه في الايطانه. مين دي يا بنتي؟ انا ما شفتهاش قبل كده. ترالك ايه يا بابا؟ ده ولد. ده ولد؟ حطيت في كل حته سماعه، وحطيت في ايدي بتاع كل الرجاله بتاع. اول واحد طبعا طارق مجدي شعبان، وانا مضطر ان انا اقوله لان انا مش بس الوحيد اللي مقتنع بيه. انا شفت كام حاجه المفروض ما كنتش اشوفها. مؤمن مسكني من ايدي وخدني في الحته اللي مش عايز اروحها. خدني المعمل، دخلت استاذ اسامه ولقيت الخضره والحشيش في الثلاث
عاجبني اساسا. سلام. ايوه صفا. ايوه ايتون اوف ذا يير. اصل انا بشرب دانهيل سويتش عشان بحب النعناع اخش سدي فاهم. وعشان برضو السجاير الموجوده في مصر يعني دانهيل انضف حاجه فاهم. طبعا ايتون الكره الارضيه مدرب النادي الاهلي. اه اشتم ولا الوحيد اللي لما رجع يشرب سجاير في الجيش بيقول لك ايه. بقول لك ايه بقى شقه انا عايزهم يجيبوا مكبس وحيد. عايز اقول لك 2000 عسكري كانوا هينطوا عليه ضرب. دي انسان طبيعي جدا ما بيعملش اي حاجه. ممكن اعتبره انا كمان. بص نفسي يا اسطى عندك تقول ده نوع دخول اي مسطول لو الكلام ده مش معقول معلش انا المسؤول. انا متخيل طارق وهو بيخلص جيش كمان شهر. انا طارق وهخلص جيش هدور على اي حفله ممكن اعملها. فهيكلم داليا وهما الاثنين في نفس الليفل بتاع الايطان متوازيين. يعني ده توب هنا وتوب هنا. معاها بالفرنش وهي مش فاهمه اي حاجه فهتحاول ترد. فهتحاول ترد عليه بالعربي. يا ابني انا فاهمك اتكلم بالعربي يعني. You come to this country, you have a lot of emotions. محمود عادل شخصيته دخلت جوه شخصيه طارق. اول حاجه عملها له عملوا دي اكتيفيشن الفيزا. صح كده. لا طارق عبد السلام بعد كده. عبد السلام وثابت انت شايف مين فيهم ممكن يحط على التالي في موضوع الايطانه؟ مين اقوى في الايطانه يعني؟ لا عبد السلام طبعا. اما بالنسبه للناعم فالناعم ليل ونهار مع النسوان بيجي الاجازه يشوف النسوان بعد كده يشوف الرجال. مين اكتر واحد مش لاقي عليه الايطانه؟ الناعم المعفن شحات. ليه ماله الناعم؟ كان بيقعد معانا 24 ساعة على القهوة. وبعدين؟ مرة واحدة سابنا راح يخرج مع النسوان يا عم. شاد عايز اتجوز. يعني اقعد على الكمبيوتر كل يوم بالليل ساعتين. كمبيوتر كمان يعني مش كمان. بابا يدخل عليا يلاقيني ماسك زوال الاسكيب عمال اعمل كده. مؤمن الشعراوي ليك اتهام رائع وخطير جدا في نفس الوقت ان انت كنت عامل شعرك سشوار في دايرة الحياة. تحب تقول ايه لبرنامج؟ بجد كل ده فوتوشوب. احنا مش صاحبنا؟ يعني ايه صنبوره الميه؟ هل انت عندك واحده في البيت؟ بصراحه كده ايطانه مني. او ماي جاد ثانيه واحده. وكوك قال انك انت من اكبر الايطانيين ولولا الدي اكتيفيشن بتاع فيسبوك كان زمانك اون ذا توب. انا اعرف واحد على فكره كده هو مش قريب قوي مني بس انا اعرفه كويس جدا يعني هو خطب فخلاص حرام يعني. لا خلاص يعني انا بقول لك انا نفسي ما اتكلم على حد. شوف لو انت عايز تذكر اسماء البني ادم ده عشان خطب. طب مين بصراحه؟ ابراهيم وش حبيبي. احب اسالك سؤال مباشر نبتدي في الحلقه على طول. انت ايتون؟ لا انا يعني طبعا اسهل الاعلى هو طارق مجد شعبان. هسالك السؤال وترد عليا بقى او لا. هل انت ايتون؟ لا. يعني ايه ايتون؟ يعني طارق مجد شعبان. طب اقول له سلام. مين تاني يا باشا؟ نقول مين تاني يا باشا؟ صفوت. احد احمد صفوت طبعا 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 ايتون الكره الارضيه. جيب لفظ ايتون في قاموس بخمس معاني الالالي اسلام هو صفوت مطابقه على كل ايه. يعني راح المستشفى في الجيش خلاص صبراني وعمل صداقه وبتاع. راح بقى اتصور بزونت العميد بتاع اللي بالجاكيت بتاع العميد وعامل كده ومتصور بطاقه الشرطه العسكريه ايتون السنين وتصور جوه العمليه جوه العمليات وعامل كده ومسك الجلوفز ومسك مش عارف ايه والفنتليتر وش. والان مع احمد صفوت من سيدي براني. انا صفوت بكلمكم من سيدي براني. الدنيا ساقعه فشخ. درجه الحراره وصلت امبارح ل 1 درجه مئويه ل 1 ديجري سيليزيس يعني. جود ايفنينج مدام لامين. اهلا يا فندم جود ايفنينج. محدش فينا مش ايطان. المشكله دلوقتي ان في ناس ايطانه وبتنكر الايطان وكمان مش بس بتنكر الايطان لكن بتقلص على الايطانيين. انا مش بنكر ان انا ايطان بس انا عايش الايطانه انها اسلوب حياه. الحياه حلوه يا جماعه لازم نعيشها كلنا واحنا ايطانيين عشان يبقى فيها متعه عشان يبقى فيها متعه عشان يبقى فيها متعه. بالذات في حته الاغاني في البارت بتاع الاغاني احمد صفوت دايما لازم يبقى احسن واحد واول واحد واخر واحد والوحيد اللي سمع الاغنيه دي. حتى الاغنيه دي كانت في فرح ابويا وامي فاهم. انا الوحيد اللي سمعتها انا الوحيد اللي لقيتها انا الوحيد اللي هسمعها لك وانا الوحيد اللي هعيدها فاهم. طارق مجدي شعبان اي كي اي تونا نونا بامبونا وده النكنيم بتاعه. تالت واحد في اصحابنا ثابت. وانا شايف بصراحه ان المركز الثالث ممكن اتنين يتسابقوا عليه ان هما اتنين واخدين نفس المركز. اول واحد هو ثابت بالعربيه البي ام والشفايف البامبي والايطانه المفرطه.
لا ما اسمحلكش. ما يصبر تخشها مثلا على الجروب على الواتساب. يا جماعه انتوا ما بتكلموش معايا ليه؟ ويقفش ويقفش من البنات ويمشي كده كده. ايطان تاني واحد عنوني عناني حبيب قلبي. بص عناني اول حاجه بقول لك بوني جديده دي. تعرفش الحوار ده؟ لا ده اشترى بنطلونين بوني امبارح. بتحب لون ايه عناني؟ بحب الكحلي اه والبوني والاسود. وبعدين بيحب ابو لوت بولان شارب. لسه شاري برضه قميص من سبلاش. هنبدا مثلا طارق مجدي صور على الفيسبوك. في صور على ايه؟ على الفيسبوك. هو معاه موبايل جالكسي نوت معاه كفرز ليه اكتر من ثمن الموبايل. عندي مره عم خليك في حالك ان احنا هنروح العمليه شطور والشغل وبعد كده نطلع على كرفور. لا لا اسمع ايه فاكس ليه؟ هو قال لي كده بالظبط. بقول له هطلع كرفور دلوقتي ولا خلاص الشغل؟ قال لي لا قال لي عشان الشوز اتمسكت. الشوز ها؟ دي فعلا فعلا شوز بوني ولا شوز بوني؟ شوز بوني. انت عارف ان الاخ ده يوميا بيقعد يتحرس في عناني وعليه كل يوم يقعد يعيط. لا لا كل كفر بلون مختلف عشان كل ما يلبس حاجه مختلفه يبقى في كفر لايق على الموبايل عشان يعمل كونترست للالوان. كل حاجه خدت بالك ان عليه شغل صلوزي خدت بالك من شحايفه شايف محمد ازاي؟ وده يعنيني مدخل عشان اقول لك الاتهام اللي جاي ان انت بيقولوا عليك يسرى اللوزي. عمر مسعد انا لازم احط جوه رقم 3. عمر مسعد اي حاجه بتحصل له في حياته لازم يكتبها على الفيسبوك او البي بي ام اي حاجه. عارف لو طلب اكله جه ساقع يلعن ابو دي بلد. انا اكلت وطبعا نص ساعه لغايه ما بطني اتخربت عقبال ما الاكل جه. وبعد كده كلمتهم يا جماعه انتوا فين؟ بكلمكم من نص ساعه. وبعد نص ساعه جه والاكل برد. فاهم يا جدعان ايه الفقر ده؟ يا جدعان البلاك بول بتاعي وقع في الشاور وانا نازل من العربيه واتبهد غلى ميه والشاشه اتحرقت وروحت غيرتها ب 400 جنيه والدنيا خلاص مش كده يعني يا جماعه. ايه 2012 خلاص يا ارجوكي. بعد نص ساعه الحمد لله يا جماعه طمنكم شاشه البلاك بول اتصلحت ودفعت 350 بدل 400. ايه الجيش الخوا ده؟ انا خولي لغايه الساعه 5 وعندي شغل الساعه 7 انا ما بنامش. وايه 2012 دي؟ اي حاجه بتحصل لعمر مسعد بتكتب على الفيسبوك وقت حدوث الحدث. يعني هو قاعد بيقع. يا جدعان ايه الخوا ده؟ انا بقع. يا جدعان مش هكمل الستيتس ابديت ده عشان بقوم. عشان عبد السلام كان بيقول ان انت بتنسم منه. ثابت ده جامد فشخ. لا مش انا، لا ثابت غريب في الموضوع ده. للاسف انا بنسم منه عشان هو عليه ملونه، وطارق بنسم منه عشان هو جامد فشخ مش عارف كده. وموبايلات بقى واتساب و فيسبوك واي خرا يعملوه على الفيسبوك ادخل اعمل كومنت وكده واتايتل معاهم. المهم ممكن يعني يكونوا بيتكلموا تفاهات اتفه بكتير من الواحد يتكلم فيها يعني. كان اسمه احمد محمد عبد السلام صح محمد ثابت، فتشابه الاسماء ده خلانا احنا الاثنين ورا بعض في السكشن. فقدام نيجي السكشن بشبشب ولابس البط عشان مش بيعمل زي بتوع الجزارين كده. وبعدين بقى ايه تلاقيه طول الوقت في مطلعات طب مع ناس غريبه كده ويجي السكشن في الشبشب ويختفي بعديها. بعدين جاي البرزنتيشن البرزنتيشن بيوم قال لك في عبد السلام ده معانا في التيم. مين عبد السلام ده؟ واحد ماشي بشبشب كده. وبعدين جابوه بقى كله لابس بدل وده جايب بدل عليها. لا 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 جايب البلطو بس جاب جزمه بقى الحمد لله. استلم جزمه وجزمه سابق كان بيخش برايفت يقول لي على حسام هو ايه اللي بيحصل، يقعد يقول لي المفروض اكتب ايه ومفروض اقول ايه ومفروض اعمل ايه عشان يخش يكتب سيس هو بقى ويبقى جاي من مثلا. طب قول لنا هل انت شايف نفسك ايطان؟ الى حد ما انا بميل اكتر للايطانه المشروعه يعني. مثلا يبقى في حك كده وتحت انت عايز تحك فيهم. مش كفايه حك يا عم الحك. هل شايف ان انت عملت مثلا ستيتس او حاجه حسيت ان هي ايطانه وقلت يا ريتني ما عملتها، او حتى ما قلتش يا ريتني عملتها بس عملت حاجه وحسيت ان دي ايطانه بجد؟ اكيد يعني اخر واحد في الايطانه هحط نفسي انا بصراحه. ايوه هل انت ايطان وناسي؟ لا وانا ايطان بس واثق في نفسي. عارف دي الاغنيه اللي بسمعها بس انا عندي تعليق على اللي هو قاله دلوقتي.
دي خبير استراتيجي احب هي استاذ محمود عادل واديله اليوبيل الذهبي للبرنامج لانه هو اول واحد ظهر معانا في البرنامج وحط نفسه في خمسه الايطاليين. وانا حقيقه مش كده بس يا جماعه في كيس هنا بالنسبه لمحمود عادل. مؤمن الشعراوي المخرج يحب يقول حاجه بس معلش مؤمن الشعراوي المخرج اتفضل. عادل ما كانش يعرف اصلا يعني ايه ايطانه. امبارح بتكلم معاه وبقول له ايطانه بدات افهمه قال لي ايه ده نهار اسود ده انا طلعت ايطان. رابع واحده وبمقولتها الشهيره هي داليا صفاء الدين. لا داليا ليها ذكرى كويسه ما من ساعه ما قلت يا دحيح في اعدادي وانا شفتش نور من يوم سب 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 فرامل. نسبه كليه صيدله كائن ابتدى اول سنه في صيدله بعيد عن اسكندريه فين؟ في نواحي الفلاحين تمام في طنطا واطلق عليه كذا اسم عمر فريك في الاول بعد كده عمر الحبيب بعد كده عمر القليط عمر دي بعد الرحله على طول بعد الرحله على طول على طول يعني بعد كده ابتدت بقى عمر زريبه عشان كميه قعدته على اللؤلؤ 24 ساعه بيذاكر بيتغدى بيلعب بكوتشينا بيتكلم في تليفون بيريح بيخش بيعمل كل حاجه في اللؤلؤه فاهم. همبكه كان تقريبا جايب له غيارات فاهم وسعيد طلع لي فوطه وغيارين بقى عشان اطلع اخد دوش سريع. لا لا تحس ان عبد السلام الموبايل ما بيسيبوش من ايده ان هو ايه لو الموبايل ايه حضرتك ما هو لسه جايب ايفون 5 الجديد فتحس ان ممكن ايه يعني وما كانش معاه فلوس واستلف عشان يجيبه ولا تحس يعني انت لما مراتك مش هتكلف عشانها فاهم. بص والله اصل هو عبد السلام من الناس اللي ايه يعني لما تضغط عليه شويه يقول لك انت مالك. لا هو عبد السلام بس حاليا. طب وثابت؟ لا ثابت ما بشوفوش كتير اصلا عشان على طول قاعد بيتايتن على النت. طب والمشير؟ ايه؟ عمرو ده عرباجي ما تقولش الايطان في عمرو ده بقى علمي كان عفن سوري يعني بس والله العظيم حنين انا بحس بامانه انا باب. انت باب؟ هل شايف ان دي اصلا مش ايطانه؟ لا يعني مش ايطانه؟ ما بتايطنش اصلا. اوصفه لي في ثلاث كلمات بالظبط. راجل جدع صاحب صاحبه. دول أربعة. كاموفلاش. ماشي. راجل جدع صاحب. أنت اعترفت إن أنت أيطان، هل أنت أيطان وناسي؟ لا أنا أيطان وفاكر. أنا أيطان بس أنا عايز أبقى أيطان أكتر، فبص على الأيطان الأكتر وأقول يا رب ما يبقى أنا زيه ويشيل النعم من عنده ويجيلي. أرجع أقول لحضرتك حاجة، مفيش حاجة اسمها إن أنت تحاول تبقى أيطان. آه. الأيطانة دي إن أنت أولاً بتصفي نيتك. مش تقعد تحقد على خلق الله وتمشي بقى تحاول نفسك ده بص فلان عامل ايه انا هروح اعمل احسن منه ده بص فلان عامل ايه انا هروح اعمل احسن منه ده بص فلان عامل ايه انا هروح اعمل احسن منه ده بص فلان هروح اعمل احسن منه. تمام جمعت بين الاثنين. انت بس الاول بس هل انت معترف انت اعترفت ان انت ايطان؟ لا ده ليا فخر ان انا يعني ده اعتراف فيزت الايطانه صغيره بس ده اول اعتراف لبرنامجنا طبعا انا مش ايطان معاكم يعني متايطن مع ناس دايما بره انتوا ما بتدونيش الفرصه انا دي من الحاجات مش مشكله في لاعب صاعد وناشئ والناس بتخش بالها منه دايما بيبقى يعني زي الجندي المجهول ركز اسود كده موجود في الملعب ومحدش حاسس بيه هم بيقعد دور مهم جدا ومتفرد في الايطانه. عمر احمد بدوي طب بس انا حاسه ايطان. احمد بدوي هل انت ايطان او لا؟ لا. ليه؟ احساسي. يعني ايه احساسك؟ طب لا انا اتعلمتها. تعرفش تلعب يعني انت يوم ما تتجوز هتجيب حد تاني عمرك حطيت ميك اب فنفرت. احمد بدوي هسالك سؤال ترد عليه بصراحه والموضوع ده مش هيتعرض. عمرك حطيت او حد حط لك ميك اب؟ بلاش بلاش الميك اب دي صعبه شويه. امك لبسك شباب في ليه انت رايح المدرسه غصب عنك على المرياله. احمد بدوي عمرك عملت حاجه مش من مظاهر الرجوله وهي من مظاهر الحريم؟ يوه كفايه شعره ده والله كنت اقول عبد السلام رقم واحد ممكن طارق طبعا بس مش رقم اثنين ممكن طارق يبقى رقم مثلا ثلاثه مؤمن شعراوي مثلا ممكن برضه رقم اربعه فعلا. طب قول لي مظهر من مظاهر ايطاله مؤمن شعراوي ان هو بيصورني دلوقتي. ما داليا معرفش ما شافهاش قوي يعني بس هو قال ان في واحد هو قال ان في واحد وثلاثه واربعه بس فين اثنين؟ انت طبعا سبت المركز الثاني ليك. ماشي تختلف معنى الايطانه من اللي هي من البنات اكتر ولا من اللي هو قرفان ومش عارف ايه؟ صفوه نمبر 1 في الايطانه طبعا. رقم اثنين ممكن نقول طارق. بس يعني رقم ثلاثة ممكن البيت حلبة. لا وعلى فكرة اوضح مين يعني عبد السلام. لا عادي ما قلتش حاجة عبد السلام ما شفتلوش موقف كتير يعني ما تعرفوش ما تعرفوش قوي يعني. طارق ثابت ناعم عبد السلام
عنان بالظبط فطر ايطان طارق بعد كده طارق اه حبيب قلبي عبد السلام جميل مكرر عبد السلام احب اقول له استرجل شويه وطارق طارق احب اقول له استرجل كتير اه لا طارق ايطان وش طبعا ثابت بيحاول يبقى ايطان بس هو مش عارف هو دايما بيحاول دلوقتي يجندل لطارق عشان يبقى ايه ايطان زيه وكتب ستيتس على فيسبوك ان هو يا بقى ده انا قضيت مركز تدريب واتكحرت وصوبات جيش و ممكن طارق وعبد السلام وثابت مش عارف انا يعني في حد كده كان ايطان بس مش فاكر مين في حد كده كان يعني بص رمز كده ثابت جميل بس ثابت برضه بص مستواه مش جامد قوي في الايطان زي طارق يعني طارق طبعا في ناس بتقول ان ثابت مش ايطان عشان هو بيعمل افعال ايطانه هو بيحاول يبقى ايطان فبالتالي هو يعتبر من دي حقيقه اه طارق احي طارق ايطان على كده حفله السابتز اللي عمل طارق اصلا بقول لك كان ايطان زمان كان يعني راح فين راح مع اصحابي فرح البحر خطوبه البحر الفسا ده بعد كده فجاه بقى استقر بقى فبقاش ايطان بقى زي الاول بس برضه يعني بص صور مثلا على فيسبوك ملابس ترتر ولابس طربوش في دماغه وكده يعني فايطان يعني ايطان ايطان السنين يعني انت يا جماعه موضوع صفوت ده برضه حاسس موضوع غريب يعني قولي لي مظهر مظهر الايطانه بتاع صفوت لا صفوت ايطان كل ما تحمله معاني كلمه ايطانه بحب اقرا صوره حسب ما اعرفها العلامه بتاعنا كوكس يعني ان هو ايطان ايطان يعني طب ايه رايك في ان هو بيتايطن وبيفتخر بكده وينزل الصور ويقول لكل الناس انا ما يهمنيش حلو ده دليل شخصيته حلوه جدا بس برضه ده مش معناه ان هو مش ايطالي يعني الناس كلها عارفه انه كده هل الكلام بتاعك ده بيحمل اتهامات سريه ودفينه لحد معين اعلى لا ما بخافش من حد انا عايز اقول اسم حد ولا اسم انا بكلمك في مبدا عام ممكن تقول اسم حد يعني انا لو انا فافر قاعد مع نفسي انت لابس حاجه حريمي لبست حاجه اتصور على فيسبوك وانزلها استاذ عمر ابو العين بنطلون وحزام وجزمه شرابه من فوق عريان وحاطط ترتر ها ربنا كده يعني ذكر ممكن نخليها مثلا المركز من 1 ل 5 طارق 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 ثابت ثابت عبد السلام رمز الايطان يعني انا عشان انا بنزل مع عبد السلام وانا عارف ان هو ايطان لكن ده ما بنزلش مع طارق هو بيتايطن يعني طب بتشوف ايه مع عبد السلام؟ طول ما قاعد يحك في ال قاعد ايطن وبتاع ولا اعرفه يعني ان هو صديق ال صديق الصدوق بتاع البنات كلهم وكده يعني الانتيم بتاعهم يعني اظنش ان طارق كده يعني طارق برضو ايطان بس مش الدرجات يعني طب هل يعني مشاعرك دي مشاعر حقد ونفسنا ولا مشاعر ان انت يعني متضايق من اللي بيحصل؟ صراحه انا حقد بس هو عبد السلام عينه ملونه وانا حاولت كتير بروح الجيم بس ايش فايده برضه نمبر 1 فلسطين عامة طارق نمبر 2 نمبر 3 عبد السلام صفوة طبعا من الايطانة بس طبعا اداؤه في صف الجيش قل شوية بس بيختفي يختفي ويظهر بنشاط ايطاني بوم سلام طول عمره ايطاني بس في اعترافات ليك قبل كده قلت ان طارق وعبد السلام وثابت ايطانيين هل انت لسه مصمم على اعترافك؟ هو ده انا ما قلتوش قبل كده مش ده الاول مره بقول ان هم ايطانيين جدا 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 حاجه ثانيه برضو كان في لو احب اذكر بس الذكر رئيس الحصر كان عندنا يوم اسمه يوم ضرب النار اللي هو بنطلع نضرب بيه بالسلاح الالي كان صفوت وطارق هما اثنين اشتركوا في الحاجه دي كانوا جايبين حاجه اسمها سداد التودان رغم ان اي حد ممكن يحط ايده على ودنه وهو بيضرب او ممكن حتى يعني يستحمل صوت الضرب عادي او ممكن يحط مناديل في ودنه لكن طبعا صفوت صفينا عليه في موضوع ان هو كان جاي يوم واحد بس ومشى فده كان يعتبر ايطانه زياده عن اللزوم يعني ان هو يكتب انا ودخل الجيش بقى وموضوع صعب بقى ودولي يا جماعه والكلام ده كله وهو دخل بالظبط يوم واحد يعني دخل اليوم الخميس نزلنا اجازه يوم الجمعه الصبح يعني مثلا انا مش شايف ان في مشكله ان انا اشرب كل يوم كوبايه شاي اخضر بالنعناع اكل تونه بالمايونيز يعني ما ولا عود بخور كل يوم عشان ريحه الاوضه تبقى حلوه ما فيهاش مشاكل طب في سؤال مهم في ناس ايطانه بس تحس يعني قاعد مش فارقين معاك وفي ناس ايطانه هتبقى نفسك تسف عليهم مين اكتر واحد ايطانه نفسك تسف عليه السؤال ده محتاج ان انا البس النضاره واقول عبد السلام عبد السلام ايطان وعارف انه لازم تسف عليه وفي واحد كمان البليه بتاعه سبوت اوه يا سبوت يا عايز رجاله سبوت حتى في موضوع الايطانه وانت بتراعي الايطانه مش لايق عليك ولازم تسف عليه بس كده طب حلو الموضوع لايق عليك ده مين اكتر واحد لايق عليه الايطانه وما ينفع يعني لو بقى مش ايطان هتحس يعني مش قابله اثنين صفوت وداليا صفوت ما ينفعش من غير ايطانه وداليا لو من غير ايطانه ممكن تبقى بنادمه غريبه منبوذه فانا طبعا يعني بعد الشر عليها يعني تبقى منبوذه داليا وصفوت هم الاثنين لايق عليهم جدا موضوع الايطانه ثابت كان في يوم من الايام ما كانش ايطان ثابت كان بنادم طبيعي جدا كان صاحبنا وحبيبنا وايطان